دي مباراة الهلال السوداني، فالإصابة دي هيتم عرض طبعا حالة أحمد فتحي على طبيب الفريق، وهيبقى فيها فحص طبي للاعب قبل مران بكره، وان شاء الله يتم تحديد مدى جاهزيه فتحي للاستعداد لمباراه بيراميدز وموعد كمان عودته للمباراه. بمناسبه الصوره اللي احنا شايفينها دي كواليس تحرك الفريق لمطار الخرطوم عشان يرجع للقاهره، وبنحاول نعيش حضراتكم يعني طبعا دي احداث حدثت خلاص، لكن مهم جدا نقول لحضراتكم نوري حضراتكم كل الكواليس اللي مرت على الفريق خلال الفتره اللي فاتت. انا في جزئيه مهمه قوي قوي لازم اتكلم فيها بصراحه، وهي خاصة بالكابتن محمود الخطيب ودوره الكبير في متابعة الأحداث هناك، زي ما احنا شايفين في الصورة كده متابعة الأحداث وتواجده على رأس بعثة النادي الأهلي، وده أمر مهم جدا. وأنا دايما هتبقى شهادتي في الكابتن محمود الخطيب شهادة مجروحة، لأن احنا قناة رسمية للنادي وكلام من ده، ممكن البعض يقول لك أنت لازم تقول كده عشان هو الكابتن محمود الخطيب وكلام، لكن هي الأفعال بصراحة هي اللي بتقول يا جماعة. يعني الراجل امبارح بصراحة كان مصمم جدا جدا على عدم خروج الفريق وتحرك الفريق غير لما يطمن تماما على سلامة جمهور النادي الأهلي اللي لازم نشيد بيه امبارح، واللي كان صوتهم عالي جدا على مدار المباراة، كنا سامعينهم واحنا بنتفرج على التلفزيون، سامعين جمهور النادي الأهلي 500 واحد كانوا كأنهم 10,000 واحد في المدرج، وأزروا وساندوا الجماهير بشكل كبير جدا. لكن تحركات كمان الكابتن محمود الخطيب وإصراره على عدم مغادرة استاد الجوهرة الزرقاء غير لما يطمن على جماهير النادي الاهلي، ده امر مهم جدا. وبيدل على ايه؟ بيدل على انه بس مش مهتم بنفسه وفريقه، لا هو بيهتم بجزء لا يتجزا من منظومه النادي الاهلي وهو جمهور النادي الاهلي، والاهتمام بسلامه الجمهور زي ما بيتم الاهتمام طبعا بسلامه اعضاء مجلس الاداره الجهاز الفني واللاعبين، وده امر كان مهم جدا. ولفته كانت طيبه جدا طبعا من الكابتن محمود الخطيب ودوره في الحقيقه كرئيس بعثه وكرئيس للنادي الاهلي واسطوره كبيره من اساطير كره القدم الافريقيه بشكل عام. طيب نكمل اخبارنا وكلمنا على احمد فتحي، تعالوا نروح لياسر ابراهيم، وطبعا اشادنا بيه كل الاشاده، لعيب ممتاز ممتاز، والواحد ابتدى يبقى مطمن كده، وعدد كبير جدا من جمهور النادي الاهلي ابتدوا يبقوا مطمنين في ظل تواجد ياسر ابراهيم. وعندنا بصراحه في المركز ده اكتر من مدافع متميزين، عندنا سعد السمير غايب للاصابه بخلاف رامي ربيعه. بالمناسبه رامي عمل مباراه كبيره قوي امبارح، كان في انتقادات عليه بعد مباراه النجم، لكن هو امبارح عمل مباراه ممتازه رامي ربيعه، فكلهم رجاله بصراحه امبارح يعني، لكن في بعض يعني منهم كان ايه بيتعرض لظروف مختلفه، لكن قدروا ان هم يردوا في الملعب، وانا احب اللعيب اللي يرد في الملعب ما يردش في اي حته تانية، وده امر بيبقى مهم. وتواصلوا دايما مع الجمهور وتلبيه طموحات الجمهور هو ده الاساس، وده امر جيد جدا من اللاعبين. فياسر ابراهيم طبعا تفاصيل اصابته، هو يعني اصابه كانت قويه جدا، عملت له جرح في الراس، فبالتالي يعني تم اسعافه بشكل اولي، وان شاء الله بكره هيبقى في بعض الامور الخاصه لمعالجة هذه الإصابة إن شاء الله بإذن الله تعالى بالنسبة لياسر إبراهيم. وكمان ياسر في الحقيقة كان ليه بعض التصريحات سواء هو أو أفشة، لو جاهزة معنا التصريحات يا جماعة نروح لها. جاهزة؟ طيب نروح نشوف تصريحات ياسر إبراهيم وأفشة، يلا بينا. ضغط جماهيري كان كبير وشفنا طبعا الكلام ده، وتطرق كمان ان كان لعيبه النادي الاهلي عندهم الدوافع الكبيره والمطلوبه واللي ساعدت على فوز النادي الاهلي. كمان رامي ربيعه اشار لصعوبه المرحله وان كلامهم مع بعض كلاعبين على كيفيه تخطي المرحله الحاليه واللي انتهت خلاص بخصوص دوري ابطال افريقيا. بيقول بدايه من مباراه النجم الساحلي كنا عارفين ان موقفنا صعب، لكن كنا في نفس الوقت واثقين في نفسنا في كيفيه التعامل مع الموقف ده، وقال ان احنا مش بنلتفت للمنافس بتاعنا ايا كان مين هو، احنا بنلتفت وبنركز على هدفنا الاساسي وهو حصد بطوله افريقيا واسعاد جماهير النادي الاهلي. يعني دي كانت برضو بعض التصريحات الخاصه برامي ربيعه احد نجوم النادي الاهلي واللي قدم مباراه كبيره جدا بالامس. ان شاء الله نتمنى لهم كل التوفيق، ونتمنى لهم باذن الله ان هم يستمروا في هذا المنوال في طريقهم نحو عودة بطولة دوري أبطال أفريقيا، وده أمر مهم جدا ومستنيينه بإذن الله كلنا. خليني أقول لحضراتكم مباريات اليوم